تواصلنا مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هنا في عاصمة الميادين وعبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياسر الرياضية. نتواصل في هذا الانطلاق وشوط الجعدان السابع وثاني أشواط الجعدان لإذاعة المحليات إلى صايل. ننطلق مع هذا الشوط ونسير مع هذه الأسماء القوية مباشرة. ناخذ المركز الأول الراقي لسلطان بسهيل بن محسن العامري اللي احتل المركز الأول، ولكن هنا الدخول أيضا من اللي هو الشامي كردوس بن محمد بن سالم كردوس العامري اللي بدأ يغير أيضا ويأخذ مسار المركز الأول، انتقل مباشرة إلى المركز الثالث. هنا هملول سعيد بن محمد أيضا بن ناصر سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي يأتي مع هملول على المركز الثالث. المركز الرابع يأتي أيضا من الجانب الآخر بهذا الدخول كفو راشد بن شاهين بخلفان المزروعي ابن الصقار يصل في هذه اللحظات ليقدم أيضا هذا الاسم كفو على المركز الرابع. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس ليجد هنا الشعار الخزناوي مع مشكور سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيالي يأتي على المركز أيضا الخامس والمركز السادس. نسير مباشرة إلى نزاع لعبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي والوصول هنا من زعفران عيسى بخادب وعلامة القبيسي يأتي في المركز السابع والثامن بالفعل في المركز السابع. ناخذ المركز الثامن أيضا الطاير المصبح بن سيف بن كاسب المسافري والوصول من معزم محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي، وهنا الوصول من الاسم الآخر اللي هو مهاوش علي بن سالم بن عامر المسهلي. هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذا الشوط، وهذا هو الأداء الكبير والتحدي المثير. الشامي الشامي على الصدارة، الشامي على المركز الأول يأتي هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. لينطلق كردوس بن محمد بن كردوس العامري في هذا الانطلاق الرائع والجميل في هذا الأداء الكبير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. الشامي ينطلق على المركز الأول بينما اللي في المركز الثاني وصل الراقي سلطان بسهيل بن محسن العامري ياتي على المركز الثاني في هذه اللحظات. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، المركز الثالث اللي وصل في ثالث المراكز هنا الدخول من اللي هو مشكور سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي شعار بن حمدش وصل في هذه اللحظات. نزاع عبد الله بن محمد بن سلم المحرمي وصل على المركز ايضا الرابع المحرمي، والمركز الخامس هنا زعفران عيسى بخادم وعلامه القبيسي وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، يصل في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي المثير من خلال هذه الانطلاقات الرائعه والجميله وهذا الاداء الاكثر من رائع هنا مشاهدينا الاعزاء في عاصمه الميادين. الوصول من شعار ايضا الفلاحي وصل في هذه اللحظات ليقدم حمد بن سعيد بن محسن الفلاحي يقدم معزم في هذه الانطلاقه وفي هذا الاداء الرائع والجميل مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. هكذا النتيجة هكذا الانطلاق هكذا أيضا الأداء الرائع هنا في عاصمة الميادين مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. نسير إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى الشامي، الشامي اللي في الصدارة في المركز الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، وينطلق على مقدمة هذا الشوط وفي هذا الأداء الجميل مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. يأتي الشامي في هذا الانطلاق الكبير في هذا التحدي المثير، كردوس بن محمد بن كردوس العامري المنطلق أيضا من خلال هذا الاندفاع الكبير وهذا الانطلاق ياتي على المركز الأول. المركز الثاني الراقي يصل الراقي في ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في ثاني المراكز.
بوصول ايضا وانطلاق رائع وجميل الراقي على المركز الثاني سلطان بسهيل بن محسن العامري المركز الثالث المشكور سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي وصل في هذه اللحظات ليقدم هذه الانطلاقه ليقدم هذا الاداء الجميل مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام من خلال هذا الاندفاع ومن خلال هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير ما شاء الله اعود الى المركز الرابع الوصول ايضا من معزم حمد بن سعيد بن محسن الفلاحي وصل هنا في المركز الرابع المركز الخامس الوصول في خامس المراكز هنا حامل الرقم 15 اللي هو زعفران عيسى بخادم ابو علامه القبيسي ولكن اعود والعود احمد اعود الى مقدمه الشوط اعود الى المركز الاول اعود الى الانطلاق الاول اعود الى مقدمه هذا الشوط وهذا الانطلاق الشامي الشامي على الصداره الشامي على المركز الاول الشامي على مقدمه هذا الشوط يا سلام يا سلام يا شامي لو ايضا عدنا لذاكره العام الماضي وعدنا إلى ختام الوثبة لحصلنا أيضا الشوط السابع في ختام الوثبة والفترة الصباحية حصل على السيارة وحصل على 7 دقائق 34 ثانية وسبع أجزاء من الثانية في يومها يأتي الشامي في هذا اليوم مجدد النشاط والحيوية بكل قوة وثبات وصاحب أيضا نقطة ذهبية هنا في أيضا هنا أيضا في عاصمة الميادين وفي شارة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد يأتي الشامي هنا بكل قوة ونشاط وحيوية كردوس بن محمد بن كردوس العامري ينطلق في هذا الشوط ويسير على المركز الأول ينطلق بدون أي أوامر إذا منذ هذه اللحظات تهانينا والناموس لمالك الشامي كردوس بن محمد بن كردوس العامري من قدم الرعبية بالفعل كردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري يسير بدون أي أوامر ولكن جولة الأوامر ما شاء الله تبارك الله حركة من الشامي تحرك الشامي في هذا الأداء الكبير في هذا التحدي المثير تهانينا والناموس والعام الماضي في نفس الشوط ولكن في سن اللقاية أتى بالسيارة وفي الشوط السابع وفي الشوط الثاني هنا مشاهدين الأعزاء الشامي تهانينا الكردوس بن محمد الكردوس العامري يعود النشاط والحيوية في عاصمة الميادين المركز الثاني وصل المركز الثاني هناك مشكور سعيد بن محمد بن مبارك الخيل المركز الثالث هنا اللي هو ام هاوش علي بن سالم بن عامر المسلي المركز الرابع كان ايضا معزم حمد بن سعيد بن محسن الفلاحي والمركز الخامس يا الحافي وصل الراقي سلطان بسيل بن محسن العامري هكذا النتيجة نعود إلى الشامي كردوس بن محمد بن كردوس العامري سلاماتنا إلى أهالي العين دار الزين هذا صاحب السيارة في العام الماضي في الفترة الصباحية في الشوط السابع يأتي في سن الإذاعة في سن الإمتاع ب7 دقائق 49 ثانية وست أجزاء من الثانية تهانينا لكردوس بن محمد بن كردوس العامري وسلام يا العين سلام على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني من وصل ايضا الشعار الخزناوي سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدج الخيلي مع مشكور اتى ب7 دقائق 59 ثانية وفاء وتماما وكمالا المركز الثالث وصل في مهاوش علي بن سالم بن عامر المسهلي وحقق ايضا 7 دقائق 59 ثانية و9 أجزاء من الثانية ليبقى في اجواء 7 دقائق وايضا يتخلص من